فينبت العشق بين الضوء والغسق، ويقطف الشعر من ثغري ومن حدقي. إني مع الحب لو طالت قيامته من مطلع الشوق حتى سكرة الأرق. تحية حب وشعر وشكر لمقام جمالكم أيها الحضور الذواق الأنيق. تحية للكويت وأهلها، لمؤسسة البابطين ورئيسها للدكتور محمد أبو شوارب على هذا التفاعل والحضور والدعوة الكريمة. ستنام بعد فوات حظك يابسا، ستنام بعد فوات حظك يابسا، ملقا على وجه السؤال، ممزقا فوق السرير، تدير يأسك بالرحى وردا لتجمع ما تيسر من شتات. حتى ما تنتظر احتمالك عابرا في اللاوجود على رصيف الأمنيات، وتشق ليلك في السراب، تصفد الوقت الجموح هنيهة كجديلة امرأة تقلب بن خيبتها بركوة جارة عند الصباح، تسائل الفنجان عن حزن تنهد من تفاصيل الحياة. ماذا كتبت على الهوامش؟ هل نقشت ملامحي؟ وأنا أشرد خاطري وأسوق مقعده اليتيم إلى سرابك كل يوم، أقتفي حزني لألبسك البلاد وما تفرق بعدها من أغنيات. ترتاب أدري، ترتدي قلق الفصول وتختفي، وكآخر الشعراء ترجع مبهم الخطرات، شرقي الحداثة أسمر الترميز، تهرب من ضجيج الحرف كي تحيا بوهم الذكريات. تحتاج ركنا معتما حتى تخون الضوء؟ لا، يكفي كسوف واحد لتهاجر الأوطان دون تأسف، لكنني أحتاج أن أبقى هنا، أحتاج أن أبقى هنا. هذه البلاد قصيدتي، تعبي يقيني، كذبتي الأولى اللذيذة والخطيئة والسراب. ولذا سأكتب كي أضيف الهامش المنسي ثم قصيدة أخرى سأكتب. لن أغير فيك شيئا، ربما بعض التفاصيل الصغيرة واختناقات الغياب. سأغيب شاعرة وأكتب عن روائحك المريرة، عن فساتين النضال المخملي، عن السذاجة في الطقوس المربكات، كجملة تخفي احتضار الرأي والعمر اليباب. سأموت في متن القصيدة لا الحواشي، فكرة للآن تكتب نسفها وغدا يخلدها الكتاب. عن الرافعي في كتابه وحي القلم أنه قال متوجها للمرأة: احذر السقوط، فإن سقوط المرأة لهوله وشدته ثلاث مصائب في مصيبة: سقوطها هي، سقوط من أوجدوها، وسقوط من توجدهم. لا تسقط الآن، لا تسقط الآن، مد الشال والعنق، سيعبر الشعر من جنبيك مؤتلقا. لا تسقط الآن، مد الشال والعنق، سيعبر الشعر من جنبيك مؤتلقا. جيد القصيدة ينمو طوع فاتنة، تعبد الحرف من أحداقها طرقا. مري على الشوق، مري على الشوق، وجه الشوق مستعر من منبت الوحي حتى يبلغ الشفقا. هذا الوجود خرافي لعاشقة تمسد الوقت كيما يستحيل لقا. لا يبرد القلب، لا يبرد القلب، يبقى العسف مرتبكا، وكلما ازداد في إيقاعه احترق، وكلما فر لحن من أصابعه شد الحروف على الألحان واختنق.
من يرتدي الغيم؟ من يشدو إذا اقتربت منه الجدائل؟ من يستنطق الحدقة؟ ومن سيكتب للصفصاف أغنية غدا نعود ونكسو خطونا حبقا؟ يا ابن المجاز يا ابن المجاز، أرى جيح الهوى تعبت من الدوائر، فامنح بعضها أفقا وكثف العشق. فالأبيات شاردة باللازورد وبالجفنين إن تقى، وبالقطوف على خدين لاؤهما تروض الحرف أو تجتاحه أرقا. كل الجهات هلاك، كل الجهات هلاك، والطواف ردا ووحده العشق يسمو بالذي عشقه. وقد اعتدت أن أختم بالحب، ولزوجي الذي اعتدت أيضا في كل مهرجان أن أهديه بضعة أبيات، أقول: والله لست أطيق بعدك، قل لي فكيف أعيش بعدك؟ والله لست أطيق بعدك، قل لي فكيف أعيش بعدك؟ أم كيف أقترف الغياب وقد نسيت القلب عندك؟ حاولت أفرش ورد خدي كي تريح عليه خدك، هلا أعدت إلي رشدي إن أعدت إليك رشدك؟ حولي ملايين الرجال ولا أرى إلاك وحدك.